مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نحن الآن في ساحة الحرية وسط مدينة تعز وعلى هامش وقفة بالشموع أو مسيرة بالشموع ينفذها شباب الثورة في ساحة الحرية بهذه المدينة في الذكرى السادسة لما اسموه ارتكاب ميليشيا علي عبد الله صالح النظام السابق للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح إحراق ساحة الحرية. هذه الساحة أحرقت قبل 6 سنوات من الآن بسبب خروج شباب الثورة ضد هذا النظام ما اسموه بالفاس. سنأخذ لقاءات مع شباب الثورة المشاركين في هذه الوقفة بالشموع، ومعظمهم طبعا من الثوار الذين خرجوا في العام 2011 ضد نظام الرئيس علي المخلوع علي عبد الله صالح. معي هنا احد قيادة شباب الثورة وهو الان مع المقاومة، لكن في السابق كانوا في الثورة الشبابية السلمية الأخضياء الحق الأهدل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي هشام. لماذا اليوم الخروج بالشموع؟ إحياء للذكرى السادسة لمحرقة ساحة الحرية، هذه الخرجة اعتدناها كل عام أن نوقد الشموع لنعلم أن هناك فرقا بين نيرانهم وأضوائنا. نيرانهم أرادوا أن يخمدوا بها الثورة، وأضواؤنا نريد بها أن ننير درب السير نحو يمن راق ودولة مدنية حديثة. اليوم تحملون السلاح أنتم في الجبهات؟ اضطرينا لحمل السلاح نتيجة لتصلب هذا النظام وتحالفه مع ميليشيات الحوثي التي أتت غازية إلى تعز، حيث بعدما كانت قد سلبت الدولة ونهبت معسكراتها، فكان لابد ولزاما ان نقف مقاومون، ولم يكن امامنا من خيار سوى السلاح الذي امتشقناه بدل القلم لنحافظ على ثورتنا ونحمي مدينتنا ونحرر وطننا ان شاء الله تعالى. الهدف من هذه الوقفه؟ هذه الوقفه هي كما قلنا تذكيرا وذكرى باننا لا يمكن ان ننسى تلك الجرائم التي ارتكبها المخلوع في على ابناء تعز، وانهم صامدون وسائرون على الدرب حتى اسقاطه اسقاطا نهائيا وتحرير البلاد منه. شكرا جزيلا. اذا ناخذ احد شباب الثوره هنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اذا لماذا خرجتم اليوم؟ خرجنا لاحياء ذكرى محرقه المخلوع علي عبد الله صالح والحوثي لساحه الحريه. انت من المشاركين في الساحه؟ اكيد. كنت موجود يوم المحرقه؟ كنا موجودين داخل الساحه وعانينا من حصل احراق للساحه كامل من قبل قوات المخلوع علي عبد الله صالح. ونحن الان نحيي الذكرى السادسه لهذه المحرقه في مدينة تعز. ما الذي تتمنونه في المستقبل؟ نتمنى أن تعود اليمن إلى ما كانت عليه من قبل المخلوع علي عبد الله صالح، وأن تعود إلى الأمن والأمان والاستقرار وغيرها. شكرا. أيضا أحد شباب الثورة. ثورة 11 فبراير تتجدد من يوم إلى يوم ومن ساعة إلى ساعة ومن عام إلى عام. نرسل رسالتنا هنا إلى العالم أجمع، إن الشباب هنا في ساحة الحرية التي أحرقت سوف تزلزل الأعداء، سوف تزلزل الطغاة، سوف تزلزل الحوثيين والعفافيش، تحرقهم كما أحرقوا الضعفاء المساكين. من هنا نرسل رسالة النصر، رسالة الثوار الأحرار من ساحة الحرية، من مدينة تعز الحالمة الذي تحلم في يوم دولة الاستقرار، دولة النصر، دولة اليمن الموحد. في هذا اليوم الجديد نحن نحلم في هذا اليوم، ونرسل رسالتنا من هنا، رسالة نصر في هذا اليوم، ونعاهد الشهداء ونعاهد كل أبناء اليمن. إن نحن في ثورة 11 فبراير مستمرون من عام إلى عام ومن يوم إلى يوم حتى النصر، حتى آخر نفس من حياتنا. شكرا جزيلا. أيضا نأخذ الإعلامي الذي كان متواجدا في يوم الإحراق الساحة المصطفى الشرعبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. ما الذي حدث يومها؟ حدث يومها ما تشاهد اليوم، أحرق خيمة فالتهمت ناره وقصف ربما أقول قد قصيدة يومها. يوم من الدهر لا بل عصف نيراني، طوق من الزهر لا بل عصف طيراني، نيرون لا فرعون بل نمرود قل أخدوده لاكو، في كف شيطاني الحبر والخير والأزهار في كتفي، والحب والخير في أفواه بركاني، تعز الهوى أشواقي تحيا في أعماقي، في ليلة الإحراق ذابت غصون الهوى فيها والهاني، يا لهف روحي على القرحى بساحتنا وويح نفسي هنا عاثوا بقرآني، سحق المعوق يا مآذن كبري ما أروع الإحراق قبل جناني، بدم الشهيد وبالرماد وأدمعي وثقت ما غنيت في أكفاني، فالوغد دمر ساحتي هل بعدها أتلثم
وهل أخون معوقا بخيمة يتضحم؟ جرفوه بعد رفاقه واستأسدوا وتزعموا، رقصوا على أكبادنا أيامنا تتألم، وصراخنا يا عالم هل هذه بغداد روح كياني؟ وبيضت العين من دمع على ولد، وبيضت العين من حزن على ولد يوم الفراق لها، من دون إعلان قالوا سندفنه لكنها ابتسمت، والدمع في الخد يشوي نور أوجاني، قالت وكل الهوى يدمي مدامعها ما زلت يا ولدي حيا بأكفاني، في السجن أم خيمة لفت على ولدي؟ أريده ميتا يحيا بأحضاني، فعاد شعبا حيا بأحضان أمه اليمن وأبيه الوطن. سلام عليكم وعلى الجزيرة من تواجدت قبلنا، تواجدت قبل الجميع، تواجدت الجزيرة، وربما يغفلها الكثير لكنها الجزيرة تحيط بي من رأسي إلى قدمي، تحيط بي من رأسي قبل نقم إلى أدنى منطقة في المقاطرة في سوق الربوع. سلام على الحرية، شكرا جزيلا. الله أكبر، الله أكبر. قصيدة جميلة جدا، أيضا نختم بهذا الشعر. تعزهم تعزهم بعز شبابها، من ضمن قصيدة مصطفى الشرعوب، تعزهم بعز شبابها نبنها المتعلم أحيا لها عشقا لها قبل العناق أحبتي، في عيدها زي ما ذكر اليوم ذكر المحرقة، في عيدها أحبتي تصافحوا وتسالموا، إني هنا في المحرقة السادسة الذي قام فيها عفاش والحوثي في إحراق الساحة ومن فيها من جميع الثوار في 2011 في 29/5. شكرا جزيلا. إذا لا زال هؤلاء الثوار يحيون هذه الذكرى، ذكرى إحراق هذه الساحة التي نقف فيها الآن، وما زال نظام المخلوع علي عبد الله صالح يعيث كما يقولون يعيث بالأرض فسادا. سلم المعسكرات لميليشيا الحوثي وصالح، وهي الآن تقصف المدينة، المعارك مستمرة، حمل شباب الثورة السلاح وهم يدافعون عن هذه المدينة بما أوتوا من قوة. مشاهدي الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية تغطيتنا لوقفة بالشموع ينفذها شباب الثورة في ساحة الحرية بمدينة تعز. كنت وأنا معكم هشام الجرادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.